السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أشرح الخاصية الرابعة من خصائص النظام اللي هي الكاوسل والنون كاوسل. عندي بيها ثلاث خصائص، إذا كانت present أو past أو إذا كانت future. وإذا عندي present أو past فهو النظام كاوسل، أما إذا واحدة النظام present أو واحدة النظام past أو اثنينات يجتمع عن present والpast فالنظام كاوسل، أما إذا كان future فالنظام هو نون كاوسل. هسه إذا أريد أعرف شلون أميز بين الكاوسل والنون كاوسل، عندي من X لل N. إذا كانت عندي فقط بالمعادلة، مو عندي هاي Y1 لل N، إذا كان عندي فقط X لل N فقط، فهذا يدل على إنه هذا present والنظام هو كاوسل. إذا كان عندي بالنظام x n ناقصا عدد، أي عدد معين ناقصا، ماكو هنا يمها أي إشارة أو أي أس أو أي مضروبة بعدد، أي شيء فقط هنا n ناقصا عدد، فهذا هو past والنظام أيضا هو كاوسل. إذا اجتمع عن اثنينات y لل n عندي x n مثلاً زائد x n ناقصاً 5، قلنا هذه n هي يعني present إذا وحدها، وقلنا n إذا مطروحة من عدد، عدد فقط مطروح، يعني ما عندي 2 n ناقصاً 5 ولا عندي سالب n ناقصاً 5 ولا عندي n تربيع ناقصاً 5، فقط n ناقصاً 5 فقط، هذه فقط عندما تكون ال n هي مطروحة من عدد، فأني أقول إنه هذه هي past، عندي present وعندي past، إذن النظام هو كاوسل، هذا النظام عندي كاوسل. أما يكون present وحدة فهو كاوسل، أو يكون past وحدة فهو كاوسل، أو إذا اجتمع اثنيناتهن فهن همات كاوسل. زين، أما الفيوتشر شو تصير عندي حالة الفيوتشر؟ من تكون x لل n مضروبة بعدد، أو x لل n مجموعة ويا عدد، طبعا هذا عدد أي عدد معين مو إلا، أو تكون x لل n بيها انفيرس، أو تكون x لل n بيها تربيع، أو مرفوعة إلى قوة معينة أي قوة كانت، فهذني كلهن فيوتشر يعتبرن، النظام يعتبر فيوتشر، إذا النظام هو نون كاوسل. هاي على مود أنا أعرفها مباشرة، بس لازم من أحل أعوض قيم. مثلا عندي هذا المثال الأول بالمزمة، أجي أشوف أنا هنا عندي x لل n، إذن هذا present، أجي أشوف عندي n ناقصا واحد، إذن هذا past، مباشرة أعرف أنه هذا النظام هو كاوسل، بس لازم أعوض قيم. أعوض قيمة y للصفر وy للسالب 2 وy للثنين بكل قيمة من قيم ال n، يعني x أبدل قيمة ال n بصفر ناقصا x، صفر ناقصا واحد سالب واحد تساوي لي x، هسه أعوض قيمة سالب 2، سالب 2 ناقصا x، سالب 2 ناقص واحد سالب 3 تساوي لي، هسه عندي أعوض قيمة الاثنين، x للاثنين ناقصا x، اثنين ناقصا واحد واحد، هذا أعوضه لازم، بس أني أعرف إنه أقدر أعرف من منطوق السؤال، من السؤال مباشرة أعرف إذا هذا كاوسل أو نون كاوسل، بس هذني لازم بشكل دور إنه ذني أعوض القيم. هسه المثال الثاني اللي موجود بالمزمة هذا، اجي اشوف اني عندي ال n، ما دام n وحدها فهذا present، ما دام n وحدها، ما دام هي present فمباشرة النظام the system is كاوسل. اعوض القيم بشكل دوري، y للصفر وy للسالب 2 وy للثنين، ax اعوض بكل قيمة من القيم مكان ال n، y x للصفر، ax للسالب 2 و ax للثنين،
بس أني مباشرة عرفت إنه هذا النظام هو present وهو cursor من القيمة مباشرة مالته. المثال الثاني اللي موجود بالملزمة y للn تساوي لx للn زائد 3x n زائد 4. اجي على أول وحدة ها شنو هذه؟ هذه n وحدها، إذن هي past، إذن هي present. بس أنا عندي هنا بالثانية n زائد 4. ما دام n زائد 4 احنا قلنا الحالات اللي تكون هي future، عندما تكون ال n مجموعة ويا عدد، أو n وياها inverse، أو n مرفوعة إلى قوة، أو n مضروبة بعدد، فهي مباشرة future بدون ما أشوف أي طرف آخر من أطراف المعادلة. ما دام أنا شفت هنا n زائد 4 فهي مباشرة future بدون ما أشوف الأطراف البقية. فأكتب هاي future، وأكتب إنه هذا النظام ما دام هو future هذا النظام هو نون كاوسر. اجي اعوض القيم بشكل دوري، y للسالب 2 و y للثنين، وتساوي لي x للصفر زائد 3x، صفر زائد 4 4، وتساوي لي x للسالب 2 زائد 3x، اعوض سالب 2 بهذه القيمة المعادلة، سالب 2 زائد 4 2. هسه يساوي لي عوض الثنين x للثنين زائد 3x، 2 زائد 4 6. هذا عوضت. المثال الآخر الموجود بالملزمة y للn تساوي لي xn تربيع. ما دام هاي تربيع فهي مباشرة هذا future، وما دام فيوتشر إذا النظام هو نون كاوسر. أجي أعوض القيم y صفر y اثنين y سالب اثنين، وتساوي x الصفر تربيع، صفر أسها تربيع هي صفر، x اثنين تربيع وتساوي لي x أس أربعة، x والسالب 2 تربيع وتساوي لي x أس 4 لأن السالب ينحذف بالتربيع. فهذا مباشرة أنا ما دام شفت 2 فهي مباشرة n تربيع، مباشرة هذا future والنظام هو نون كاوسر. المثال الآخر الموجود بالملزمة y للn x للثنين n، قلنا ما دام هاي ال n مضروبة في عدد فهي مباشرة future ومباشرة النظام هو نون كاوسر. اجي اعوض القيم بشكل داري y للصفر y للثنين y للسالب اثنين، هذين القيم اعوضهن بالn بالمعادلة، x اثنين في صفر صفر، يعني عوضت هذه هنا من قلت اثنين في صفر لان عوضت قيمة عوضت بالn صفر، وتساوي لي x للصفر. هسه عندي x اثنين في اثنين قيمة الان اثنين ومضروبة في اثنين تساوي لي اربعة، اذن x للاربعة تساوي لي x اثنين في سالب اثنين وتساوي لي x السالب اربعة. مباشرة من شفت اني هذا x اثنين ان فهو مباشرة future. هسه المثال الاخر مثال موجود بالملزمة y للان تساوي لي x للسالب n، ما دام هاي السالب، ما دام ال n inverse reverser سالب فهي مباشرة future، بما انه هو future فهو the system non causal. عوض القيم y للصفر و y للثنين و y بالسالب اثنين، x سالب وعوض قيمة ال n صفر إذن هي x ساوي صفر، x سالب اثنين عوضت قيمة ال n هنا بهاي المعادلة، هسه x بالسالب اثنين عوضت قيمة السالب اثنين بهاي المعادلة، x سالب وعندي سالب اثنين إذن x تساوي لي اثنين.